شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. ممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة، بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 36 دولار، وللدوبل فيتراج ب 75 دولار، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم فري ديليفري. قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخذ معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب 24 دولار او الاثنين ب 30 دولار بس. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إيزي برو 4-in-1 هي مكنسة وممسحة وشفاطة وبتعصر بنفس الوقت، ما بقى مضطرين نكنس وبعدين نمسح، ننشف الأرض أو الباركي. مع إيزي برو بتمريقة وحدة بتكنس وبتمسح الأرض، بتنشف، وبهالبساطة والسهولة. إيزي برو بتشتغل على حيالة نوع بلاط، رخام، باركي أو فينيل. إيزي برو بتشيل كل الأوساخ والغبرة والماي وحيالة سائل بثواني قليلة. هالمكنة الهاي كواليتي مكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب 29 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. كلنا منعرف إنه كل أعصاب جسم الإنسان موصولين بالإجرين، وكلنا منحب نعمل فوت مساج. هالفوت مساج مزودة بباك فينا نعبي مي إذا بدنا، كما فينا نعمل فوت مساج بلا مي، وفي حال بدنا مساج مع مي منقدر نخليها على حرارتها الطبيعية، وفيها الفوت مساج تسخن المي كمان إذا حبينا، والباك كعب وكاوتشوك لحتى ما تصحت الإجر أبداً. نحنا ما قلنا إلا ندورها ونحط إجرينا فيها، كما إنه مزودة برولو متحرك لحتى نعمل مساج للأماكن يلي بدنا نعمل لها مساج بكتير دقة. فيها زر على الواحد بتعمل بس مساج، عالتنين بتسخن المي مع ويرل يعني بتفقفق، وعالتلاتة بتعملنا مساج مع ويرل بمي فاترة. رائعة بالشكل والأداء هالفوت مساجر، فيكن تحصلوا عليها ب 60 دولار بس. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. في كتير أوقات بصير عنا أوجاع بالمفاصل، أو حتى بصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف، لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، السوبر، ومادة الألانتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها.
مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قد منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل الهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتز بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما إنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربيلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 39 دولار، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تراستي كين ب 39 دولار بس فري دليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.